مباراة شاهدناها مباراة بين الزمالك وغزل المحلة. الزمالك في المباراة دي رجع وقدم سيمفونية بتاع صراحة يعني مستوى برازيلي عنيد. بعدين كان في تناغم بين نجمين رائعين جدا لفتوا نظري صراحة. كان مباراة ممتعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بين الثنائي يعني مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي. قدموا ثنائية حتى معهم إمام عاشور، وما تنسى اللاعب المميز سيف الدين الجزيري. الجزيري برضو قدم مباراة كبيرة، لكن التميز كان في المباراة أنا بعتبره أنه أشرف بن شرقي ومحمد برضو محمد أمين اللي حصد الهدف الثالث. لكن أشرف بن شرقي قدم مباراة تاريخية صراحة، وصنع أكثر من الهدف وأحرز هدف، وحتى ضاعت له عدد من الفرص. يعني قدم مباريات حتى في فرصة جميلة جدا كان ممكن يكون هدف الخامس، لعب بطريقة كبيرة جدا، لكن بس هو طالع بس لازم طلع الكرة كان بجوار الغاية. فالزمالك يعني معروفة انه مدرسة في فن في الاسلوب التطريبي صراحة، ودائما النوعية اللي بيستجلبه الزمالك بيكون فيه نوع من المهارة، الرشاقة، السرعة، دي توفرت فعلا. الزمالك بعد عودة مصطفى فتحي قدم مباراة كبيرة جدا وفتح جبهة من الجهة اليسار، وأشرف كان لاعب لا مركزي، مرة باليسار مرة باليمين. فالزمالك كمجموعة كده قدم مباراة كبيرة يعني جدا، قدر يضع التوليفة أو الحاجة المناسبة للزمالك جدا. طبعا بعد كده هم استفادوا ذات برضو مشاركات اللعيبة في التجربة القوية اللي جوا طبعا في المونديال العربي الكبير. قوام التشكيلة برضو كان بشمل حتى ولو كان بشرقي، ومصطفى فتحي بالذات قدم مباريات كبيره كان في البطوله العربيه مع المنتخب. فلذلك انه الزمالك وان كان طبعا هو بتاخر انه في الترتيب ولعب 8 مباريات ومساوي مع الاهلي في عدد الانتصارات، الفريقين طبعا بسته هو في الصداره فارق الاهداف، لانه لكن في عدد فوز في عدد الفوز هم مساويين. الزمالك من 8 مباريات حقق 6 انتصارات.